وزير الداخليه ومحافظ القاهره، كل المكان ده بيت وزير الداخليه او بيت محافظ القاهره. ده الاصل بقى ده كله بيت وزير الداخليه او بيت محافظ القاهره. ده بالشبابيك دي ناس ساكنه عاديين لغايه دلوقتي. ساكنه؟ دول الخدم بتوع المنستيري كده، دول الجزء ده اسمه ده البنا الاصل 1851، هو مات 1267 هجري. 1267 مش ده الشبابيك اللي قلت لحضرتك ناس ساكنه عاديين لغايه دلوقتي. وهو مدفون ورا الشباك التاني ده، وده مقياس النيل، وده اصل المنستيري، وادي متحف ام كلثوم. على متحف ام كلثوم. متحف كوكب الشرق ام كلثوم. ده المنديل. تذاكر من هنا يا جماعه المتحف بعد اذنكم. تمسك منديل في ايدها. النضاره دي اللي عملوا عليها الفيلم. حلمي لما سرق النضاره. طعامه بالالماس. مفتاح مدينة طنطا، نيشان الكمال سنة 46 من الملك فاروق، درع التحاب طلبة جامعة الكويت،
جمية عيد العلم العاشر سنة 64، وميدالية أسبوع تسليح القوات المسلحة سنة 55. وسام وقلادة الاستحقاق. وسام لبنان الطبقة الأولى. وسام النهضة من الملك حسين ملك الأردن. وسام المملكة العراقية. وسام ونوت الجمهورية التونسية. قلادة لبنان. وسام نقابة الموسيقيين اللبنانيين. وسام الامتياز الباكستاني. وسام الكفاءة الفكرية من المغرب. وسام الاستحقاق السوري. وسام الأرز الوطني من لبنان. وسام ربطة جمهور الاتحاد السكندري. وسام مهدى من أحد المواطنين المصريين. قلادة النيل من مصر. خطاب من الرئيس بورقيبة. براءة قلادة الجمهورية من الرئيس عبد الناصر. خطاب من السيدة جهينة السادات. الرئيس أنور السادات. الناصر يتبرح بألف جنيه في تسليح الجيش سنة 55. الملك فاروق هشام الكمال. أحمد حسين رئيس الدولة. وسام النهضة من ملك الأردن. براءة الأرز لبنان. الكفاءة الفكرية المغرب. ميكروفون قامت بالتسجيل عليه. عقد الإذاعة الأول. Thank you.
قصيدة نهج البردة للشاعر أحمد شوقي. الحب كده الشيخ إبراهيم الدسوقي البلتاجي والد أم كلثوم. أم كلثوم وشقيقها خالد وبيغنوا في المعالد. مهدى من ربطة الاتحاد السكندري. مهدى من المغرب. مهدى من الجزائر. مهدى من ليبيا. أفلامها أن يلتزم الفيلم بالحفاظ على التقاليد الشرقية فيما يقدمه من مشاهد هدايا لستات وأعين فيها. خلاص؟ خلاص؟ اتفضل. هذا الخطاب أعفاها من تجسيد مشهد عاطفي مع البطل. خلاص أمار. والعناق الذي يتبد القصة لم يتجاوز هذا القدر. كما بدأت إلى حيلة دخول الصفرة لتتلقى قبولات أبيها نيابة عنها. كانت تفقد كبال العواطف فطبعت في ذهن جمهورها صورة امرأة نبيلة لا تفقد كبرياءها رغم فقدها. وفي مجموع أفلامها الستة كانت دائماً المرأة التي تعاني مشقة الحياة وهو اختيار له مغزاه. بس أنا ليه راجع عن حضرتك؟ أكون مغنونة قوي لو تسعني في شغلة. زي إيه؟ زي أمور أي حاجة. عزيك تجيب الحالة دي بعد ما سمعت ان سمير هاني مع شطارتك مخصوصة على نفسك. لكن ليه كان راضي يقتل الحضرة دي؟ أصل ظروفي دلوقتي مفيش في العجلة. أنسى هاني مقدرش أرتكب الجريمة دي. أنا عارفة خطورة العمل اللي بغنيك فيه. أنا هديك 50 جنيه. 50 جنيه؟ يا مدرسة أنا في أشد الحالة يا خزة.